هذا العرض اللي قدمه اليوم السيد وزير الداخلية بشأن التبرعات الخيرية وهذا المسائل ديال الدعم للجمعيات اللي غادي تقوم بالتبرعات، كان هذا خصو يدار في هذا الوقت، لأنه هذا القانون كان في 71 ودابا غيتم التعديل ديالو، لأنه جات واحد المتغيرات كبيرة اللي عرفت هاد الجمعيات حفاظا على الأمن ديال التبرع اللي غيتقدم لهذيك الطبقات الهشة ديال المجتمع. خصنا الداخلية غادا تقوم بواحد المراقبة ديال ديك الجمعية باش ما يكونش عندها واحد التوجه متطرف ولا شي، خص يكون هذيك الجمعية تكون عندها نوايا حسنة وما يكونش عندها واحد التوجه سياسي، خاصة تكون جمعية محايدة باش تقدم هذاك الدعم بواحد الطريقة شفافة ويستافدوا جميع الطبقات الهشة. وغادي يكون هذا التعديل يعني راه غادي يشمل جميع الجوانب ديال الحماية ديال هذاك المتبرع والمتبرع عنه. نعم، إذن هذا القانون جابته هو بإجراءات ديال زجرية، أي يعاقب كل من يخالف هذا القانون. هذا المسألة ديال اتخاذ الإجراءات ضد الناس اللي ما غيحترموش هذا القانون، طبيعة الحال غتقض في حقهم واحد العقوبات، وسيرتو الناس السياسيين راه ماشي ممنوع عليهم تتقرب الحملة الانتخابية عادي يديروا داك الشيء، راه ممنوع عليهم في أي وقت، ماشي تتقرب الانتخابات عاد ممنوع، راه في أي وقت ممنوع عليهم أنهم يقدموا تبرعات وفي هذا الشيء ويستغلوا هذه المسائل في التوظيف العمل السياسي. العمل السياسي كيبقى بوحده والعمل الخيري كيبقى بشكل محايد، كتبناه واحد الجمعية اللي هي محايدة على العمل السياسي.